السلام عليكم. بغيت غير نسويفي داك السناب اللي حطيت قبل اللي قلت لكم شوفوا هذا السناب، بغيت غير نعاود لكم. انا دابا حاليا عندي 3 ديال الموظفين، منهم جوج جزائريات وثلاثه مغاربه وحده تونسيه. انا المشكل ديالي فين؟ الموظفين ديالي تيقولوا لي صوفيا بارك الارقام، علاش انا ما دايره سبونسوريزي في الفيسبوك، ما دايره في الانستغرام حاليا، ما دايراش. يعني انا خدمتي كلها بالسناب والانستغرام والتيك توك، اوكي؟ ما انا مشهوره الحمد لله، الزباين عندي هكذا. فانا ديما كنطلب البنات اللي خدامين هنايا، كنقول خصني 10 البنات زايدين باش نكمل 14، نكمل 20 بنت، ما عنديش مشكل. مو بنات بلادي خدموا. انا فين هو المشكل؟ كنجيب بنات بلادي حاشكم اخوتي، راكم عارفين بلا ما نكمل الشوها ما عندي ما ندير بها. بنات بلادي ني تنجيبهم يخدموا معايا، راكم عارفين اخوتي اشنو كنلقى فيهم وشنو تيديروا ليا، وما تيبغيوش يخدموا، وكسولات الا قليل ما رحم ربي. ولكن شوف عزيز اللي يمشيو يخدموا عند السوريين، منا خدموا منا خدمه. نجيكم من الاخر، وما عزيز عليهم يخدموا عند السوريين ويدلوهم ويدلوهم يدلوهم يدلوهم بالنهار وبالليل، راكم عارفين الفرش ينادي. فانا الحمد لله ديما تنقولها وتنعاودها، كنتهلا في الموظفين ديالهم والموظفات ديالي، وسولوهم الناس اللي خدامين عندي دابا، ملي تكونوا معاهم بوحدهم ولا تعيطوا لهم في التليفون قول لهم صوفي واش مالا فيكم، بيان سو مالا فيهم بالصالي بالكوميسيون بالفطور بالغداء باش ما بغاو. انا الموظفين ديالي كنتهلا فيهم، كنحسبهم خوتي، نقدر نقول لكم ولادي لانه عندي دراري صغار 19 عام 20 عام، واش غادي نقول لكم؟ ما شاء الله. المهم انا ديما ملي تنقلب على الموظفات تنبغي موظفات يكونوا كومبيتون وباغيين يخدموا، والفرصه باقيه قدامكم البنات اللي عايشه هنا، عندها اقامه عائليه، عندها جنسيه، عندها اقامه طالب وباغا تخدم بعرق جبينه، تواصل معنا في سناب في الانستغرام في تيك توك فين ما بغات، كل شيء فين ما بغات غير تواصل معنا، ولكن تكون هنا في اسطنبول. لانه ما نكذبش عليكم حنايا حاليا محتاجين، ما كرهناش 10 ديال البنات، لانه غادي نطلقوا سبونسوريزي في هذه الايام وخصنا البنات بزاف باش يجاوبوا، لانه مستحيل انا غادي نطلق سبونسوريزي وما عنديش موظفين بزاف اللي غيجاوبوا. حاليا عندي 6 ولكن ما كافيش، لانه مستحيل موظف واحد غيجاوب على 100 رقم. تقريبا كل يوم كنعطيهم 90 رقم، 90 رقم كل يوم راه رقم كبير بزاف، كيجمع غير في المتخيل نتايا غتجاوب على 90 رقم يوميا ومن غير الارقام القدام. فدونك انا محتاج 10 البنات اللي مهتمين وعايشين في تركيا، باغيين صالير زوين، باغيين يعيشوا بكرامتهم، ما باغيينش يعيشوا بالمدله ديال اللي على بالكم وبالي، ما باغيينش يعيشوا بالحرام، يتواصلوا معايا في جميع البرامج اللي عندي. ومرحبا بكم بنات بلادي، جزائريات تونسيات ومغربيات، وحتى المغاربه وجزائريين وتوانسه، دراري وبنات، موت عليكم.